بصراحة يعني يمكن جلس يمكن شهر ماني مستوعب بصراحة للأمانة. هذه اللحظة يعني بالذات أول شيء أكيد أني صحت يعني. إحصائية حديثة نشرتها تقارير صحفية أشارت إلى أن 70% من مستفيدي برنامج سكني منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية عام 2020 ضمن الفئة العمرية بين 25 عاماً وحتى 44 عاماً ومتوسط أعمارهم 34 عاماً. أشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي المستفيدين من الحلول المتنوعة ضمن برنامج سكني تجاوز 1,100,000 مستفيد، من بينهم 114,000 تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً و 167,000 بين 35 حتى 44 عاماً. من هنا من أحد المخططات السكنية في مدينة الرياض نتعرف وإياكم على قصة منى صالح، الشابة السعودية التي لم يتجاوز عمرها 25 والتي حققت حلمها من خلال تملكها لمنزل العمر وهي في عمر مبكر. الحمد لله تملكت بيتي وفي عمر صغير. كمان كانت البروسس أنا ما توقعت إنها سهلة، كنت أحس بأن الإجراءات راح تأخذ وقت طويل أو يكون العمر لازم يكون أكبر، زي ما كنا زمان معتادين إنه اللي يتملكون الآباء اللي يعني فترة طويلة من 40 سنة وأعلى وأكثر. بس الحمد لله الحين أنا بعمر صغير قدرت أتملك منزل، يعني أنا الحين عندي الحرية إني أقدر أشوف نفسي بأشياء ثانية أكبر وأكبر، يعني ما راح أوصل ممكن 30 إلا أنا أقدر أحقق طموحاتي كلها تقريبا. التقيت عدنان العتيبي الرجل الذي تملك هذا المنزل وهو في 38 من عمره، أفكار وأحلام تحولت لواقع كما يقول. أول شيء الحمد لله والشكر لله يعني على هذه النعمة. طبعا للأمانة ما كان في التصور ولا كان في الحلم أنك أنت تحصل عليه بهذه السهولة، وغير كذا يعني شيء كنت أتمناه بمواصفات معينة وأفكار معينة ومساحات معينة وديزاين معين، فالحمد لله والشكر. يعني بالعكس ما كان متوقع هذا الشيء، لكن الحمد لله كان في سهولة يعني وسلاسة في التعامل لما اخترت الوحدة وقدمت على سكني، الحمد لله كان جدا موضوع سهل. زرت أحد مجمعات التسوق والتقيت هذا الرجل الستيني، حديث عن آليات التقديم على الصندوق سابقا وكيف كانت الحكاية. كان حلم يعني كان حلم للأول، وكان بعد برضه كانت شروط وكانت السنوات طويلة، وكان الصندوق يعني للأسف يعني ما يمشي، ما يعني سروات ما تبطي. تسهيلات وخدمات أتاحها برنامج سكني مكنت من خلالها مئات الآلاف من الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم خلال الفترة القليلة الماضية، حيث سجلت الأسر الشابة النسبة الأعلى من المستفيدين في ظل وفرة الحلول، إضافة إلى عدد من الخدمات المتطورة كالاستحقاق الفوري بعد أن كان انتظار الدعم السكني يصل إلى 15 عاماً. من الرياض خلف الخلف، MBC.